برنامج دبي الدولي للكتابة انطلق في عام 2013 بورشة الرواية، وبعد ذلك انطلق بورش كثيرة في القصة والقصة القصيرة وأدب الأطفال وترجمة وكثير من الورش. واليوم نطلق ورشة الإمارات غدا للأطفال، دبي المستقبل اليافعين، وتجارب السفر من أدب الرحلات والترجمة العلمية. البرنامج هو ضخم جدا، اليوم يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مجموعة من الدول العربية، والآن ينطلق إلى العرب في المهجر لحثهم على الحفاظ على لغتهم العربية وكتابة والتعلم واكتشاف مواهبهم في الكتابة الإبداعية. البرنامج هو عبارة عن أجزاء كبيرة، منها الورش ومنها تبادل الكتاب. عندنا تبادل كتاب بيننا وبين اليابان، بيننا وبين ألمانيا وغيرها من الدول، وأيضا فيها جائزة قصتي لمراحل معينة في وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات، وهناك بعض الذين فازوا في جائزة قصتي قصتهم تم تقريرها أو قررت ككتب داعمة في المدارس. فالبرنامج بشكل عام ضخم، هناك أيضا استراحة معرفة لقراءة الكتب المنشورة حديثا والجلوس مع المؤلفين ونقد هذه الكتب للأطفال، استراحة معرفة للسيدات، وأيضا استراحة معرفة المشتركة وكذلك لغير العرب. فهذه كلها هي أعمال عالمية، نحن نعمل في كثير من الدول خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وفي داخل الإمارات. أفرزت هذه مخرجات كبيرة، أكثر عن 200 كتاب الآن موجود في السوق تباع لهؤلاء الكتاب المبدعين، وأيضا فازت هذه الكتب بعضها بجائزة زايد للكتاب، وبعضها فاز بجائزة العويس، وبعضها فاز بجائزة الإمارات الرواية، وهناك من تدرب في هذه الورش وأصبح اليوم مدربا، وتوالت المؤلفات من بعد المؤلف الأول، لأن الكاتب عندما يفرح بكتابه الأول يبدأ بكتابة الكتاب الثاني والثالث والرابع، وهكذا تزيد الكتابة الإبداعية ويزيد المحتوى العربي لكن بشكل صحيح على قواعد علمية صحيحة. هذا هدف برنامج دبي الدولي للكتابة، وهو دعم كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وأيضا دعم من سمو الشيخ لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. هذا الأمر نحن يشرفنا، وأن نفرح بهؤلاء الشباب المبدعين ونراهم في حفلات توقيع الكتب، الكتاب وراء الكتاب، هذا يزيد من وهج لغتنا العربية ويزيد من اهتمام الناس بها.